أهلا بكم، معكم شاهيناس سليمان من البرنامج بالعربي على راديو 89.0 من هاملتون. قبل أي حاجة أحب أقول لكم كل سنة وانتم طيبين، بمناسبة عيد الأضحى أعده الله عليكم باليمن والبركات. يوم السبت 1 أغسطس إن شاء الله أول أيام عيد الأضحى في نيوزيلندا، والحمد لله في ناس كتير عاملة مجهودات رائعة جدا لإقامة حفلات جميلة عشان نفرح ونهني بعض ونقيم شعائر ديننا الجميل. أحب أعلن عن بعض الأماكن اللي هيكون فيها والمدن اللي هيكون فيها احتفالات. أول مدينة معانا النهاردة هي مدينة أوكلاند، الاحتفال يعتبر أكبر احتفال في نيوزيلند، اسمه المكان اسمه إيدن بارك ستاديوم. هيكون الاحتفال في إيدن بارك ستاديوم، طبعا ده شامل الصلاة العيد من الساعة 8:15 للساعة 3:30، ده هيكون أول أيام عيد الأضحى إن شاء الله. تاني مدينة معانا مدينة ويلينغتون، فيها احتفالين، يوم 1 أغسطس في مكتبة نيوتاون من الساعة 1 للساعة 4، كمان في احتفال تاني يوم 8 أغسطس من الساعة 10:30 صباحا لـ3 مساء في لندن كوميونيتي سنتر. الاحتفالين دول في ويلينغتون. أنا كمان عايزة أقول للناس إن هي تشوف صفحات المساجد الموجودين في المدينة اللي موجودين فيها علشان يعرفوا تفاصيل أكتر عن الصلاة هتكون مكانها فين. مدينة كمان معانا مدينة هاملتون، الحفلة المنظمة السنة دي هتكون تبع نادي وايكاتو العربي يوم الأحد 2 أغسطس الساعة 11 صباحا لـ3:30 عصرا. المكان هيكون في جوردنتون ديستريك هول. آخر مدينة معانا النهاردة بالمستون نورث، احتفالها يوم 9 أغسطس من الساعة 10 صباحا لـ5 مساء في سنترال إنرجي تراست إرينا. دي لحد دلوقتي دي أماكن الاحتفالات اللي توفرت لي المعلومات ليها. برضو أنصح الناس إن هي تبص على الصفحات بتاعة المساجد في المدن المتواجدين فيها عشان يقدروا يعرفوا عن تفاصيل زيادة عن أماكن الصلاة وإذا كان في احتفالات زيادة. طبعا هتلاقوا كل المعلومات دي على صفحتي Living New Zealand by شاهيناس. كمان لو في احتفالات تانية أعلنوا عنها أنا هتلاقيني برضو بعمل أبديت عندي على الصفحة، هتلاقي كل المعلومات متوفرة إن شاء الله. يا رب إن شاء الله يعود عليكم بالخير والسعادة يا رب، ويكون عيد سعيد علي الجميع إن شاء الله. أحب طبعا نكمل معاكم الجزء الخاص بدعم المشاريع العربية في نيوزيلند، ومعايا النهاردة مشاريع جميلة ربنا يبارك لهم ويوسع رزقهم إن شاء الله. أول مشروع معايا النهاردة هو مشروع مصري أصيل. مين فينا ما كانش نفسه يجرب حلويات مصر؟ مين فينا ما كانش نفسه يقعد قعدة حلوة في الحسين ويستمتع بالتراث المصري الجميل؟ مشروعنا اسمه تنورة، باختصار تنورة قدر يجيب لنا مصر على نيوزيلندا. مش بس هناكل حلويات وخلاص، لا، ده انت فعلا هتاخد حتة من تراث مصر. عايزين تعرفوا أكتر؟ ادخلوا على صفحتهم على الفيسبوك تنورة ديلايتس نيوزيلند، أو زوروا موقعهم tanura.co.nz. المشروع التاني اللي معايا النهاردة عن شركة بتستورد أجود أنواع التمور الإماراتية، وهي شركة ليوا تريدينج ليميتد أوكلاند. طبعا الاستيراد بتاعها تمور فاخرة جدا، من تمور محشية باللوز وتمور محشية بقشور البرتقال الجميل، وكمان تمور على شكل بارز محشية بالبرتقال واللوز والبندق، وفي كمان عجينة تمور وغيرها من المنتجات الفاخرة. كمان عندهم خدمة التوصيل في جميع مدن نيوزيلند. للتواصل مع المدير التنفيذي الأستاذ محمد عبود على الرقم 021-028-59514 021-028-59514، والإيميل liwadates@gmail.com liwadates@gmail.com. آخر مشروع معانا النهاردة وهو ماكرون هيفن أند كو، حلوى الماكرون الفرنسية الشهيرة. إيمان قدرت تعمل منها وتضيف عليها لمساتها الجميلة المبدعة، ومش بس كده، ده قدرت كمان تعمل من البسكوت كيك وحاجات تانية كتير 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 رائعة، لو قعدت تتكلم عليها مش هوفيها حقها. عايزين تعرفوا أكتر عن مشروعها ادخلوا على صفحتها على الفيسبوك ماكرون هيفن أند كو، وهتعرفوا أنا بتكلم عن إيه.
يلا بينا بقى مع بعض نروح فسحة جميلة ونعرف معلومات جديدة. تعالوا يلا نروح بعيد شوية وننزل في الجزيرة الجنوبية ونروح مدينة كوينز تاون. هناك في حاجات كتيرة جدا ممكن تعملوها. طبعا ناس كتير عارفين ان الجزيرة الجنوبية المناظر اللي فيها احلى كتير من الشمالية. هناك في كوينز تاون في سكاي لاين جوندولا، ودي هتطلع بالجندولة لقمة الجبل وتستمتع بمنظر بانورامي جميل للمدينة. ده غير كمان في كافيه فوق للاستمتاع بالوجبات الخفيفة والقهوة، وطبعا ما ننساش نتأكد من الأكل الحلال. في كمان تقدروا تستمتعوا بالحمامات الساخنة والسبا مع منظر رائع من الجبال التلجية. ده غير طبعا محبي ركوب العجل والدراجات، في هناك تراك جميل جدا لركوب الدراجات. طبعا مهما اوصف روعة المناظر مش هوفيها حقها. كمان لعشاق فيلم Lord of the Rings في هناك تور هتاخدكم تفرجكم على اماكن تصوير الفيلم الجميل. ما ننساش طبعا عشاق المغامرات، في طبعا بونجي جامب وفي جيت بوتينج وكمان سكاي دايفينج والتزحلق على الجليد وكمان ركوب الدرجات على الجبال، وغيرهم 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 من الأنشطة الرائعة. للتفاصيل أكتر عن معرفة الأماكن في كوينز تاون ادخلوا على موقع newzealand.com أو صفحة الفيسبوك 100% Pure New Zealand. كده وصلنا لنهاية فقرتنا، أتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا بيها، وإن شاء الله تقضوا عيد سعيد وكل سنة وانتوا طيبين. كانت معكم شاهيناس سليمان من برنامج بالعربي على راديو 89.0 من هاملتون. شكرا لكم.